السلام عليكم مشاهديني الأعزاء، مرحبا بكم أينما كنتم. اليوم فيديو جديد، جبت لكم ديسير أو حلا من المطبخ الإسباني اللي هو فلان دي يوغور، يعني فلان بالياغورت. كيجي الصراحة لذيذ وسهل التحضير. المهم اللي بغى تعرف المكونات وطريقة التحضير تبقى معايا تشوف الفيديو، وما تنساوش اللايكات لانه الصراحه اللايكات قليله بزاف مقارنه مع الناس اللي مشاركين عندي. وعموما كنشكر الجميع، كنشكر الناس اللي كتدعمنا واللي كتشجعنا، وكنتمنى لكم التوفيق من القلب ديالي. فشكرا لكم وفرشه ممتعه. بركة الله، نبدأ. أول حاجة كنحضروا الكراميل اللي هو عبارة على 150 غرام ديال السكر حبيبات اللي هو سنيدة مع قليل من الماء. كنخليو كل شيء على نار هادئة حتى كيرجع القوام ديالو في هذا الشكل، هذا على شكل كراميل. من بعد كندوزو كنكبو الكراميل ديالنا في القالب اللي غادي يدخل الفرن اللي غادي نضيفو عليه من بعد الفلان ديالنا. الان كنحطو الكراميل كامل كنكبو في هذا القالب. كما شفتو عندي قالب لتحت ديال الزاج لانه غنديرو فيه الماء سخون. هذه هي الطريقه باش غيطيب لنا الفلان ديالنا في الفران. وندوزو على بركة الله لتحضير الفلان. هنا عندي 6 ديال الصفر البيض، خلطتهم مزيان مع رشة ملح. كنخلط مزيان. صراحة كنتمنى تجربوا هاد الفلان، كيجي صراحة لذيذ، الطعم ديالو لذيذ، غادي يعجب ان شاء الله الكبار والصغار. وعندي هنا ياغورت يعني بدون نكهة مسوس، يعني ياغورت طبيعي من فئة 125 غرام. احتاجت هنا 4 اللي هو في المجموع 500 غرام ديال الزبادي او الياغورت، يعني دانون 500 غرام. ضفت هنا 125 ومن بعد غادي نضيف 3 الاخرين مع التحريك. هنا عندي 3 ديال الياغورت غادي نضيفهم ونحركهم. كما كتشوفوا 3 المكونات وسهل التحضير وكيجي لذيذ، الصراحه يستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. كنوصلوا التحريك. المهم اللي عنده طراب كهربائي واللي ما عندوش يعني كافي بالطراب اليدوي، يعني كافي ماشي مشكل. كنستمر في التحريك كما كتشوفوا، باش من بعد غادي نضيف الحليب المحلى للنوع اللي نتوما متوفر عندكم. هنا عندي 300 غرام ديال الحليب المركز المحلى. المهم بالنسبه للناس اللي عندهم السكري يعني فيسمحوا لي بزاف، يعني من الاحسن ربي يشافي ان شاء الله الجميع. الانسان ما يكثرش من الحلويات ومن السكر من السكريات، هذه حاجه يعني طبيعيه اغلب الناس كيعرفوها، لكن ساعه ساعه الانسان كيبغي يجرب وصفه كيتشهى، يعني هكا يدير كيك او يدير حلا هكا. لكن من الاحسن الواحد يحاول يعني ما يديرش، ماشي دائما يعني ما يعني لا افراط ولا تفريط، الواحد يمشي يعني معتدل ومتوازن في الحياة ديالو بالنسبة للأكل، ويحاول ما أمكن يعني ما يقول لكم يحاول ما أمكن يعني يقلل يعني من السكريات، رغم أنه يعني شوية أمر يعني ماشي بالسهل. مهم كنتمنى إن شاء الله الصحة للجميع. مهم دابا كنجيبو الخليط ديالنا غادي نكبوه فوق الكراميل اللي كنا درنا من قبل في القالب اللي غيدخل الفران كما كتشوفوا هنا. وكنذكركم ضروري
يعني انتم شفتوا القالب ديال الزاج اللي درنا اللي في قلبه هذا القالب اللي غيدخل اللي فيه الفلان، غادي نكب فيه الماء يكون سخون، الماء طايب، الماء سخون كما كتشوفوا هنايا. هذه هي الطريقه باش غيطيب لنا الفلان ديالنا في الفران. درت فيه الماء سخون ودخلته للفران، وبعد ما طاب لينا الفلان ديالنا هذا هو الشكل ديالو. كنخليوه يبرد، مده كافيه يعني هنا في قبل ما ندخلوه للثلاجه، كنخليوه يبرد هنا في الكوزينه، ومن بعد غادي نغطيوه بال يعني ورق بلاستيكي كما كتشوفوا هذا البابي الفيلم، وغادي ندخلوه للثلاجه يبرد. الا كنت غادي تحضري تاكليه مثلا في الغداء، من الاحسن تحضريه يعني في الليل، او الا كنت غد يعني عندك شي عراضه ولا يعني تحاولي ديريه مثلا بكري باش يجيك مع وقت ديال الغداء، يعني لازمو شويه الوقت باش يبرد يكون افضل. هنايا بعد ما برد لي خليته ليله كامله الصراحه برد، هانتوما كتشوفوا. المهم كتجيب السكين، كنحاول نمشي مع الجوانب ديال القالب باش يدخل فيه شويه ديال الهواء باش غادي يتحل علينا، يتحل هكا. وكان جبت الغطار ديال التقديم، وانتم كتشوفوا الطريقه كيفاش درت له، ويعني بسهوله كيخرج من القالب. انتم كتشوفوا هذاك اللون ديال الكراميل مع الفلون ديالنا، الحمد لله هو صدق زوين. والتزيين كيبقى اختياري، كل واحد الذوق ديالو. انا عندي متوفر هنا في البيت الاناناس اللي هو البينيا بالاسباني، جبت اناناس، جاتني فكره قلت نزينه بالاناناس بشرائح الاناناس كما شفتوا هنايا، وغادي ندير في الوسط يعني حبه ديال الكرز المصبر او حب الملوك المعلب، عطاك يعطي منظر زوين. دير عندك الاختيار سواء الى عندك الكيوي او يعني مشماش، يعني ما شاء الله عليكم، راه نتوما ما شاء الله عليكم. يعني الواحد يحاول يعني اللي عنده في البيت يعني ما يكلفش راسه، مهم لكم يعني الاختيار في التزيين. وهذا الشيء اللي كاين هو طبق يعني الديسر ديالنا واجد، وبالصحه والراحه وشكرا لكم.